الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كل عام وأنتم بخير. من الأسئلة التي ترد في هذا الشهر الطيب المبارك عن صيام المرضع، وهل يجوز للمرأة أن تفطر بسبب إرضاعها ولدها؟ في الواقع هذا السؤال فيه تفصيل، فإن خافت المرأة على نفسها وعلى طفلها جاز لها أن تفطر وعليها القضاء. أما إن خافت على طفلها وحده دون نفسها يجوز لها كذلك أن تفطر وعليها القضاء مع الفدية، وهذه الفدية تقدر بمد من طعام نحو نصف كيلوغرام من القمح أو الأرز. أما إن خافت على نفسها فقط فعليها القضاء وحده ولا يجب عليها الفدية. ومجمل القول أن المرأة عند الرضاعة إن خشيت قلة اللبن جاز لها الفطر وعليها القضاء في كل الأحوال، ولا يلزمها الفدية إلا في حالة واحدة، إن خشيت قلة اللبن لطفلها ولصبيها ولم تخش على نفسها، فيلزمها مع القضاء يلزمها الفدية وهي مد من طعام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يبارك لنا في أولادنا، وأن يرزقنا الخير كله، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.